كنتوا رايحين هيك على طريق الكرم، شو كنتوا تغنوا؟ شو كنتوا تحكوا؟ اسمعوا احنا ولا اليوم ولا اليوم ولا يوم زريف ويلي وشويقي معه ثلاث شهادات تاكسي وباص وطياره كان لسا على الدواره مشكل ملون خيو يعني ايش اريد نغني؟ كانوا اول طلعتي انا يمسكوا ضامي وزبيبي يغنوا علماني. شو يغنوا علماني؟ شو يغنوا؟ يا يما ماني على اسمر زين المعاني. وين يغنوها هاي؟ في العرس. في العرس تتذكرها منيح انت؟ حافظ كلماتها؟ ايه بتذكرها منيح انا هاي من 80 سنه هاي. حافظ كلماتها؟ ايه يقولوا لشوف علقن الخسيل كان يغسلوا ما في خسلات، لشوف علقن الخسيل والعسل من تم يسيل، يول رمتني شبيه القتيل ملقح تحت الحيطانه وماني يا يما ماني لشوفها وردت عجب عضيمات هي وتنتين بنات يول كسر الظهر للمامات من كلمة أحو برداني وماني يما ماني والرأس مشتغل لشوف عاجب المصلة وطلبي تمني الوصلة لقعتت الكامر والعصبة وقالت ما هي وصلاني وما الغني هي كانت كانوا يحصدوا حصاد حنطة الحنطة يحصدوها ما في حصادات إلا شوف عم تحصد حنطة حب وقلب لغيرها ما حب ولما انصاح ديوك الرب أنا كنت بحضنها غفلانة وماني ده طبوع الماني ماني يا يما ماني يلو هكا لشوف عم تدرش برغل درش ودرشة لحمة مع عظمي درش لما انصاح ديوك العرش أنا بحضنها غفلانة وماني يما ماني بدو هيك كانوا انبساط وضحك وجخ